بعد تداول إشاعات عن غرقهم. الحرس البحري ينقذ 22 مجتازا تونسيا قبالة سواحل قرقنا. أنقذت وحدات الحرس البحري 22 مجتازا تونسيا بينهم 7 أطفال و7 نساء على بعد 25 ميلا بحريا عن سواحل القراطنة بجزيرة قرقنة شرقي البلاد. الإدارة العامة للحرس الوطني كشفت في بلاغ لها أن المجموعة قد أبحرت من سواحل تينا بجانب محطة تحلية المياه بقرقورة في الليلة الفاصلة بين 29 و30 من سبتمبر 2024 وتحديدا في الساعة 1. وعند دخولهم إلى رصيف الأقليم البحري بالوسط تبين أن المجموعة هي نفسها التي تم على وسائل التواصل الاجتماعي تداول خبر إبحارها مصحوبا بإشاعات عن غرقهم، حيث انتشرت صورهم بشكل واسع على شبكات التواصل وتم إرسال نداءات استغاثة عن وضعهم إلى منظمات إيطالية. وأكد البلاغ أن جميع المهاجرين في حالة جيدة وأنه لا توجد إصابات أو حالات وفاة، في حين تجرى التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاولتهم الهجرة غير النظامية.